وكل كرة عرضية للمنتخب الكويتي خطرة، ثلاث كور أو كورتين بغى يسجل منها المنتخب الكويتي بالكرة الأرضية. يعني مدرب، مثل ما احترامي للمدرب غوران، يعني أنت لابد أنك تلعب في أسلوب أولا تعتمد على الكرة الأرضية، بما أن عندك لاعبين يمتلكون في الكرة الهوائية متميزين هدافين في الكرة الهوائية. فوجهة نظرنا المدرب مع احترامي كل لعبة من العمق، اللعب أيضا ما في لعب جماعي، وليد علي يلعب على الطرف هو الأميز لاعب، شاهدنا بدر مطوع يدخل في أماكن جدا صعبة، يبي يدخل لابد أنه يلعب وانتو لابد أنه، فلازم يكون في تنويع اللعب. منتخب الكويت ما في تنويع لعب، منتخب الكويت قاعد يلعب بأريحية، بطء شديد جدا، فقط طلال نايف هو المحور اللي قاعد يدافع، أيضا موجود فهد الأنصاري. ولكن لما تشاهد كم مباراة الكويت أفضل نسبيا في الاستحواذ السلبي وليس الاستحواذ الإيجابي. فهد، ركلة الجزاء التي يضعها المنتخب الكويتي هل شكلت نقطة تحول في مسار المباراة؟ يعني كان حديث واضح قبل المباراة أن كل ما يمر الوقت كل ما تزيد الثقة للمنتخب اليمني، لكن ضربة الجزاء كانت ما في شك أنها نقطة ممكن تضع المنتخب الكويتي في وضعية أفضل ويبدأ المباراة من العشر دقائق الأولى متقدم بهدف، لكن المنتخب اليمني استفاد من إضاعة ضربة الجزاء، استفاد معنويا، قدر يدخل لأجواء المباراة وتأثير الأمور المعنوية والنفسية على أداء اللاعبين. اليوم المنتخب اليمني يلعب بحالتين، حالة دفاعية فيها عمل جماعي ممتاز جدا، وعملية انتشار فيها شجاعة، يعني عملية الانتشار والتحول أيضا فيها شجاعة. نشوف مجموعة من اللاعبين يقومون بعملية التحول، يعني الآن